إذا بدي أقدس لنا ده مثل ما زلنا صوفي سون غريسة لنس من زيخ تران دزا وستلي زرين النهار دي تزورا إلا دفدو ديت مهل تنوس لشديد مدينة ديرنا ديت مورثا ليبيا ده مهل فرف الدن سلافس مسلح زيري ينسوهر ويسين ودي لي فدو سل أنجمو يقود سمورا أيضا ديرن لمعونا ند مورث ليبيا يقي لدي وفكير نوذا وذموان وسلح دو سنسر جمدانن تواصل عمليات البحث لفريق الحماية المدنية الجزائرية هنا بمدينة درنا الليبية. اليوم العمل الغطاسين على مستوى الميناء أين سيتم تقسيم الفريق إلى قسمين، كل فريق على مستوى باخرة، ويقومون بعمليات البحث عن الجثامين في سواحل مدينة درنا الشرقية. دوزان دولة لنتغوري دسفارة سمورتر نلزير زاران دا سوثر مقران سي 80 مورن دي الولاية ورقلا اميد تران غف ثغارة يكرزن دسو ماي ولمن وسير مدسنا للسواق الشوفان ويجي ذي الولاية نظام نتمورت محمد أمين بوعافية يقول يمين أبوحي زران تد الدقس نتمشاردين رزو مقران يسيغين ندوزان دولة لن نوغارفز على لن التمهوري فزيريث إمي غتيغا وسويني دي تسران غفث غرا وتشرى ظنو ما ظال في غلانينا. صراحة تفاجأت أنا بالأدوات المصنوعة محليا. بالنسبة للأدوات اللي نستوردوها من الخارج من ناحية الجودة ومن ناحية السعر أدواتنا أحسن إن شاء الله من اللي مصنوعة محليا. أنا كنت نتوقع باللي من ناحية الجودة ومن ناحية الكاليتي أنه كنا نلقى الحوايج اللي مستوردة أحسن من تاعنا. ثغران يجرزن ذا السماغي بولمن ذا يني يرانا سقرض نفوس تيغين نفارة سزيريا ويرنون ذي غفوين الفراني إدي توجوان غف ثمورا لقينا باللي البرودوي تاعو مليح، يعني نشوفوا باللي المنتج تاعنا الجزائري خير من المنتج اللي راهم يجيبوا فيه من الخارج، لهذا راه كاين اقبال رانا نشوفوا والحمد لله حتى الاسعار راهي معقوله. المنتوجات تاعنا من حيث الجوده و التوافق بين الجوده والسعر تاع المنتوج، وكان الوفره تاع المنتوج كاينه والحمد لله. ذي فرسنا ذي ينان السيغا لنا فود سنين زيريا لقديش يغنى ذي الاسواق وفقنا نسيس لفغي مرن وثامو غلين ذا سبو الشاع تونزوث ذي ثمورث اي غار لها غازي جو غار الفراني. سوا قاضن تالي ثاني شفرانا نيو جيفاني تسنانا وهور نحملنا غاب سبان ورقال تمسو فغين بومان غاب سبان تخوارضان تديما داين إيس وعرانا هيلو سيزدي نترك وادي الولاية توفيرت وذين لدن وليدي توريخ نخال تشودار يوغو يمين أبواح أرجال ذو انفال نترك وان الصيد ما نظوالوض التوهنوين النت مقار ذاك زنقان ذا الحوارين الولاية توفيرت والسبع ذا فيرويا تسيخوار ضاغن ومذال نغن تذيما نترهوا. عندنا شوية صعوبات في عملية في العملية هذه، ومن بينها كاين ونلقاو البالوعات ما عندهاش الأغطية اللي طومبو تاعهم يعني داوهم، وكاين وين رمي المواد الصلبة داخل البالوعات، كاين للناس اللي ترمي لي بوردور، كاين الناس اللي ترمي الحطاب، كاين اللي سكروهم من بالبيطون، كاين بالإسمنت. سكروا لنا هذه البالوعات هذو، ماذا بنا هذه الظاهرة ما يقوموش بها. إغالين لقديش نوزيز دين تغيوانت ولا غذوي ذا اللمان يان خمي إلا ذا فوت يقرع عن التلوف في شوفان ثقيا. في ناعي السوغان زوران إمي ذا يني تغالا نذيمه يال ثليثني وجيذا دشتاوي. ستوك ذي غني حمالا سسبان ورقل نتم سفغين بومان. المنظمه الجزائريه كان يعني دقت نقص خطر في رواج هذه الظاهره السلبيه للاسف الشديد. كمنظمه ندعو يعني كل المعنيين بالامر والجهات المعنيه الى مراقبه دوريه لبائعي او لتجار المعادن. مصالح امن ولايه البويره مجنده بكافه تشكيلاتها الامنيه من اجل احباط اي نيه او مخطط اجرامي يندرج في هذا الاطار. كللت مجهوداتنا والتواجد الميداني لعناصرنا الدوريات والمراقبة المستمرة لهذا الموضوع بعدم تسجيل عدد مرتفع من القضايا في هذا الإطار باستثناء قضية تمت معالجتها من قبل مصالح أم دائرة سور الغزلان. أين غورة مخالفان السين ذي يرثلوا في ثنة ومذال نترهوا ثغالة سيدة يتشجان مذان ذي الحير
اسويا هيلان نولاها اقوى الراعد لم حسبة ذو الطرورة اميا تمسي ثنية ليون قفص بانو ناغورة دزران الولايات النومال نتمور ثغال غارت في الغلة نوزمور ذاين يجاني مذبران على مسالة ذي الولاية عين تيموشن تتسبد نشران تفراتي وسالين الغلة ذي ثالث ذي تدون كما ربو عز عبيد يوقيا بنا أبو أحي الور علاه يبتو شوية بكر عليه هذا النص مهما يبدوش يقرعوا مبكرا راك شو كي تضرب راها عاصية ذو ذمسي السدو يلاقديش وسيدية ثغال سيم لي انوك وظن زمور اذا الدون ذي ثغالين السلغل غضو القاض خاسو لما ثالثا وجمع ثفكايا كان اللي ما راغن فدو إمي سقوا سهين الله ولي السمغرا راغ ذقو عقا سسبان غورا رينو لن يوثن التما حنا ولا الولايه نتاعنا حنا تتمدى على حوالي 11 ألف هكتار منها 10,000 اون رابور في تنتج لكن حول السنه المنتوج تاع السنه يعتبر منتوج محتشم وهذا تاثيرا عن الجفاف اللي وشح الامطار تاع اللي ضربت كاع الغرب الجزائري حتى الولايات الجزائريه السمغارة دي تجمع نطوزو ثنة لقامين تيسي ثن سنت الطمانة نتريلي ثن الغلة ثنة زمرين يتوزان يكان دي تلمس ثنة تمدينين ذا الرزماء نوين تسوتور غرفة ثنة فلاح ذي الولاية عن عين تيموشند ويقيغي وسنرنين ذو قوزل ان الغلة ندها فذل رانا عندنا بروغرام بنزيدو في عمل التسجير بنسجرو نغرسو الزيتون وان شاء الله احنا البرنامج نتاعنا راه واضح كغرفه فلاحيه وكفلاحين نتمنوا ان شاء الله يكون عام زين ان شاء الله باش تنطلق في الحمله تكون الارض مليحه باش نغرسوا هذه الاشجار ان شاء الله اللي عندنا بروغرام تاع غرس الاشجار تاع ماده الزيتون خاسو لما الغلا نزمور ثغال غار ذفير ذوك سكوس هين الذي الولايه نعين تيموشنت مشاغيا لهران يتشورث اوضار ذ لقديش ثريريث الغلا إمي غسقوس صويض أرنوي فلاحان الشود نسير مغار وسنرني غلق ذي شذوه مارس لوفار ميلا يسندوف ذل معونا الولاية تقرت خاصة كان سعد دقس نتاويلة يقود دقس نصن فران مشاوي كذاقي أورولان الثفاث ميجمو أذي جان ذين يلان ذقو ذمن الولاية مينوث إورفاذ اللغفان في مصدغ الولاية إثي وضين غرويان سرمن محمد الأمين بوعا في يغالد سويا الولي جديد ان شاء الله يكون عنده اهتمام ان شاء الله يعني المشاكل اللي مازالت عالقه من بينها القطاع الصحه افتتاح المستشفى الجديد 240 سرير وهناك بعض المشاكل بين الافراج على قوائم السكنات والاراضي التجزئات العقاريه كلنا ننتظر مستشفى 240 سرير تقرت كل ساكنه تقرت تنتظر هذا لانه متلقوا يعني صراحه تلقوا وعود كل مناسبه كانوا ينتظروا باش تفتح هذا الصرح ولكن يعني للاسف خيبه الامل المحيط نتاع العليا ولا المحيط نتاع العنات لازم الكهرباء الريفيه المسالك الفلاحيه وكذلك تثمين التمور وجعل التمر هذه ماده استراتيجيه للدوله وتثمينها من طرف الدوله مؤسسات الصناعيه والاقتصاديه في حسيم سعود كذلك الهياكل اللي راهي حابسه في ولايه تقرت نتمنوا انها تدشن وتدخل حيز الخدمه ان شاء الله في هذا العام باذن الله فقره نسال نسمه زيفن مرتنون